طبعا هسه طالعين للجبل كوره كوبي خان والله مرتين اشتراك وايش قال ان شاء الله نلحق اليوم تاخرنا على مود لبسنا لبس الكردي ان شاء الله ما يخرب طالعين بالطريق بس بعد شو شلون تشتري بالمغازل هو البلاي مال زين صوت يكون برا زين راح يجيك وجبه ثانيه خلي لا تنقص الموازنه يعلق هذه يتحمل ويعلق ايش اسوي يعني اوكي بابا خذ يمين يعلق ايش اسوي والله بالطريق عاد بعد ايش اسوي لحد الان ما نحضر ما نحضر بشخل سر سريم سر شبا زيت ورد يا اهلا وسهلا تعال قلي مكان عمار ايه تمام تمام دير بالك بس ان شاء الله الانترنت يكون زين شي بسرعه بسرعه لان السيارات يجي الستبه عشان ما راح ما راح ليش اسمه ها اذا ديريج هذا ملاحي افتح تليفونك وخليه على برا ها ملاحي خليه يمك ها خليه هنا على التليفون خلي نفس المكان نفس المكان وخليه على الشارع وخليه هو يخفر رايك عليك وهي شوف المسكوت هلا زيرو سباس كردستان عمار شلون اقول ايوه طبعا شوف الجمال الحين اللي رايحين بس ركز بالطبيعه بالله شوف الطبيعه الله شوفوا الطبيعه الحين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله يكون انترنت زين بالطريقه لا ان شاء الله ان شاء الله فاستك حلو قوي شيروا البث كلكم شيروا البث بالطريق هذا الحين الحمال الماشي راح اعلمكم كلمات مثل يوم كنت في المغرب علمتكم كلمات مغربيه اليوم بعلمكم كلمات كردي اوكي أقول الكلمة ردوا معاي يلا قولوا زيرو سباس زور سباس زيرو هاي قوية قول زور سباس يلا قول زوز لا مو زوز زور سباس زور سباس زور سباس زور سباس اكتب لكم قصب ايوه اكتب لي معناها تفضل وانا اقول يلا يا بس هاي بس لما شيشك بالامتحان يلا قولي ايش تطلع على شباك شباك على شباك ايه من صوت الهواء ايه شغلنا شوية تبريد ممكن اذا بشغل تبريد شغل تبريد مو خلو تدرين انت تلفون معاي تبيني اطرد ايش لا عمار مرحبا يا خلود لا 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 والله والله شوف ها يقول هسه اطلب صار البث يمه بعد انا ما لي دخل بعد لا شنو مالك دخل معود خلود الخاطر لا المبار صار يمه بعد ما يخالف دير بالك اخويا شوف الكلمه اللي بقولها شوف الكلمه اللي بقولها كردستان جوانا شنو يعني كردستان جوانا هاي شوف يعني يلا خلي الكوميتي يقول لك انا ما راح اجاوب هذا اختبار يلا لهم يقول كردستان جميل بعد
نعطي بعد جملة ثانية. زوز جوانا تعرفون معناته صح؟ زور جوانا. خير بين جماعات. خير بين جماعات. شنو يعني هذه؟ يلا قول. يعني اهلا وسهلا بك. يعني اهلا وسهلا بك. لا احنا نسالهم هم يجاوبون. انا اعرف معناته. بعد. الحين ما شاء الله الجبال هذه اللي هناك اللي بروح لها احلى يعني. هي مو جبال هي صغيره. هذا صغار؟ لا حاطط نفسك اذانك راح تطبق والله والله العظيم. طب يلا صعدك بلعبه تفوت السكه من فوق الجبل ايش تباوع جواك الله 2000 متر هاي بعدين مو هناك هذاك شنقلبانه اي ايش شنقلبانه بس والله قويه اللي تطلع بيها والله برد ولا تخبل هناك برد برد اكو برد بارد هنا بس لا والله مو كلش بارد عمار يعني زين بس اللي هو ماكو حاليا ماكو ثلج ماكو بارد لا طبعا شوفوا جمال كردستان والله العظيم انصح العالم تيجي كردستان يعني ما شاء الله طبيعه جني يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جني يعني اوروبا سوالف جي ما شاء الله طبيعه بس ما ادري احنا مكان رايحين في ثلج ولا ما في ثلج حاليا هسه بعد ما بشهر الواحد اكثر شيء خلاص بلاحي من هنا ورايح بعد بشهر واحد جت ثلج تجينا بالطياره احد بطياره ان شاء الله خلاص على طول هاي منطقه صلاح الدين هذه بفر خوش هذه الثلج حلو بفر خوشه بثر خوش يلا رايح عن نتعلم اي صح ابو فهد ترى ما يعرف ابو فهد هذا والله البيوت ما شاء الله تخبل ما شاء الله طبعا ان شاء الله انكم كلكم تستمتعون بالرحله ان شاء الله ايش رايكم بالسفره ها ايش رايكم بالسفره المفاجاه اللي سويتها